بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة، رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. يا صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. اهلا بحضرتك. اخبار الجو ايه النهارده؟ تفاصيل الجو مع الامطار اللي في الجنوب، مع الرطوبه، مع الموجه الحاره اللي احنا فيها. يعني تفاصيل النهارده بشكل مجمل كده نقدر نقول مفيش تغيرات جوهريه في الحاله الجويه خلال الفتره الحاليه، يعني يعتبر درجات الحراره تقريبا في معدلاتها الطبيعيه، صح كده يا دكتور محمود؟ بالتاكيد في معدلاتها او اعلى من المعدلات بحوالي درجه لدرجتين تقريبا على اقصى تقدير. درجات الحراره بالنسبه للقاهره بنتكلم ما بين 37 ل 36 درجه مئويه، دي طبعا تعتبر منخفضه بالنسبه للموجات شديده الحراره اللي كنا بنشهدها الفتره اللي فاتت، لكن طبعا ارتفاع نسب الرطوبه بشكل كبير خلال الفتره دي وهدوء نسبي في سرعات الرياح بيكونوا هم دول العاملين الاساسيين باحساسنا بارتفاع درجات الحراره خاصه خلال فترات الظهيره. لكن طبعا كلنا ملاحظين تغير في ارتفاع درجات الحراره او تغير في الحاله الجويه عن الفتره اللي فاتت اللي كانت بتشهد موجات متتاليه من ارتفاعات درجات الحراره. لكن اليوم برضو بيظل الطقس شديد الحرارة برغم درجات الحرارة اللي هي من 37 ل 36، بيظل معها الطقس شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل كمان بتكون الأجواء مائلة للحرارة بشكل كبير وملحوظ بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، ودرجات الحرارة الصغرى بالنسبة للقاهرة ما بين 27 ل 26 درجة مئوية. يمكن محافظات جنوب الصعيد وجنوب السلاسل خلال ساعات الليل بتصل عليهم العظمى ل 30 درجه الصغرى عفوا ل 30 درجه مئويه، وده بيكون الطقس مائل للحراره ايضا بشكل ملحوظ جدا. عندنا كمان الشبوره المائيه الخفيفه اللي مستمره معانا الفتره دي خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهوريه زي القاهره والوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه، وكمان مناطق من وسط سيناء. دايما بنقول الشبورة المائية خلال الفترة دي فترة تكونها بتكون من 3 لـ 4 ساعات بالكثير خلال فترات الصباح الباكر، تتلاشى طبعا بمجرد سطوع أشعة الشمس، ومهما كانت هي مش بتأثر طبعا على حركة المرور ولا الحركة على الطرق إطلاقا، وزي ما قلنا هي شبورة مائية خفيفة جدا. طبعا الرطوبة الفترة دي تعتبر في أعلى درجاتها بتوصل لأكثر من 90 أو 95% خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية، وبالنسبة للقاهرة من 80 ل 85%. حتى كمان محافظات الجنوب اللي كانت المفترض أن نسب الرطوبة فيها بتكون منخفضة، بالعكس الفترة دي بدأت ترتفع عليها نسب الرطوبة بشكل ملحوظ نتيجة طبعا الأمطار ونتيجة امتداد الكتل الهوائية الجنوبية الرطبة اللي بتكون قادمة عليها من المناطق الاستوائية. وطبعا كلنا ملاحظين الامطار اللي بدات تقريبا من نهايه الاسبوع الماضي على جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، وطبعا ادت الى امطار، الامطار دي مستمره معانا حتى نهايه الاسبوع الحالي بامطار من خفيفه لمتوسطه ورعديه كمان في بعض الاحيان على مناطق من جنوب الصعيد، بنتكلم عن مناطق من اسوان والاقصر والوادي الجديد، كمان مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر حلايب وشلاتين، وبتمتد في بعض الاحيان لحد منطقه مرسى علم. السحب الرعديه دي او الامطار اللي بتتساقط مع هذه السحب الرعديه نتيجه هذه الايام اللي عددها يعتبر كبير نسبيا، بنتكلم من نهايه الاسبوع الماضي لنهايه الاسبوع الحالي، يعني حوالي اكثر من اسبوع، تجميع الامطار او كميات الامطار دي كلها قد تؤدي إلى تشكل بعض السيول هناك نتيجة للطبيعة الجبلية والجغرافية. كمان السحب الرعدية كلنا عارفين بيكون قبل تساقط الأمطار مباشرة بيكون فيها هبات رياح قوية قادمة أو من أسفل هذه السحب، بالتأكيد بتؤدي إلى إثارة قوية للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى حركة ملحوظة للأشجار أو حتى لوحات الإعلانات المعدنية. طبعا بنأكد على أهلنا في جنوب الصعيد بتوخي الحذر التام وتجنب الوقوف تحت أعمدة الإنارة أو الأشجار العالية أو لوحات الإعلانات المعدنية نتيجة هذه الهبات القوية اللي بتكون مندفعة من السحب الرعدية. زي ما قلنا الأمطار دي إن شاء الله مكملة معانا حتى نهاية الأسبوع،
نقدر نقول على نهايه الاسبوع هتبدا فرص الامطار هتكون موجوده، لكنها هتبدا في التلاشي بشكل تدريجي، يعني هتبدا شدتها تقل، هتكون فقط امطار خفيفه على مناطق من اقصى جنوب الصعيد، يعني كمان الاماكن او الرقعه بتاعه الامطار هتبدا تقل نسبيا. ده كده يمكن اجمالا حاله الامطار وارتفاع درجات الحراره وارتفاع نسب الرطوبه. طيب يعني بالنسبه للبحر الابيض والبحر الاحمر، سرعه الرياح، ارتفاع الامواج، بما ان في كتير دلوقتي نظرا للجو الحر بيتجهوا الى السواحل، اخبار الامواج ايه والحال على الشواطئ ايه؟ الحمد لله، طبعا حاله الملاحه البحريه وارتفاعات الامواج على البحرين سواء الاحمر او المتوسط هي معتدله تماما في الحدود الامنه والمسموح بها. ارتفاعات الامواج على سبيل المثال على البحرين الاحمر والمتوسط لا تتجاوز ال 2 متر على اقصى تقدير، وبالتالي ده بيجعلهم مؤهلين تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. سرعات الرياح كمان على المسطح البحر الاحمر او المتوسط لا تتجاوز ال 40 كيلومتر على الساعه. جميل. علشان كده شواطئنا كلها سواء الشواطئ الشماليه البحر المتوسط او شواطئ البحر الاحمر مهيئه تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه وامام المصيفين والمستفيدين. طبعا السواحل الشماليه كمان لا ننسى انها بتسجل اقل درجات حراره على مستوى الجمهوريه سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل، اللي بتكون 32 درجة مئوية على سواحلنا الشمالية وبتوصل ل 24 و25 درجة خلال ساعات الليل، فهي الأقل طبعا مع وجود بعض نسمات وهبات الرياح خلال ساعات الليل، ارتفاعات الأمواج في الحدود المعتدلة، وده طبعا بيجعل السواحل الشمالية هي الملاذ والمهرب خلال الفترة دي من ارتفاع درجات الحرارة على المحافظات الداخلية. أكيد طبعا، بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى كده مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة متوقعة النهاردة. متوقع القاهرة العظمى تكون فيها 37 والصغرى 27 والعاصمة الإدارية 37 26، الإسكندرية 33 24 والعلمين الجديدة 32 24، مطروح 31 23 ودمياط 33 25، بورسعيد 33 26 والإسماعيلية 38 26، السويس العظمى فيها 37 والصغرى 26 والعريش 36 25، كاترين 31 17 وطابة 38 25، حلايب 35 29 وشلاتين 38 32، شرم الشيخ 40 31 والغردقة 40 30، أما الفيوم 38 26 وبني سويف 39 25، الوادي الجديد 41 28 وأسيوط 40 25، سوهاج 41 27 وإن 42 29، الأقصر 42 30، أيضا أسوان هتكون 42 30. وكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي هنرجع هنا مرة تانية لهبة وشاذلي عشان نكمل فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.